دائما دائما تأكدوا من تاريخ البيت قبل لا تشترون. في عام 1980 قرر رجل غني انه يبني البيت في كربلاء، وهذه صورة البيت الحقيقي اللي بناه. إذا ما كنت تعرف كربلاء، هذه منطقة تقع تقريبا في منتصف العراق. وفي يوم من الأيام قرر هذا الرجل هو مع عائلته أنهم يسافروا ويروحوا أوروبا يغيروا جو. فاللي صار هو أنه في عائلة صغيرة كذا مكونة من زوج وزوجة وولد صغير، قرروا أنهم يستأجروا هذا البيت. لكن المشكلة في هذه العائلة أن الزوج كان دائما يشرب خمر ويسكر، كان دائما يرجع البيت ويضرب زوجته وولد الصغير، لدرجة أن حتى جيرانهم اللي في نفس الحي كانوا يسمعوا صراخهم دائما. ويوم من الأيام صراخهم هذا وقف، واتضح بعد التدقيق أن الزوج قتل زوجته وولده بكل وحشية ودم بارد، ولاقى الزوج الشي اللي استحقه ودخل السجن. وبعدها بفترة الله أخذ روحه ومات وهو داخل السجن. وفي عام 1989 جاء تاجر كبير في العمر من بغداد واستأجر البيت نفسه، لكن هذا التاجر كان أغلب وقته في الشغل، فما كان عنده وقت أنه يهتم في البيت. فالشي اللي سواه التاجر انه وظف لحارس يهتم في البيت ويحرسه وينام فيه. وبعدها بفترة زمنية وجد هذا الحارس مقتول في البيت في ظروف غامضة، ما حد يدري كيف او ليش. ولما دخلوا الناس البيت عشان يشيلوا جثة الحارس، فجأة سمعوا صوت غريب يردد عبارة لا تسرقوه لا تسرقوه، ومن شدة الخوف أخذوا الجثة وطلعوا برا البيت. ومن يومها بدأت الإشاعات تنتشر عند البيت أنه مسكون، لين بعدها بفترة هدأت الأوضاع شوي، وهنا التاجر صاحب البيت قرر أنه يجي يشيك على البيت، وهنا كانت المصيبة. أول ما دخل التاجر البيت لمس عن طريق الخطأ واحد من الأسلاك الكهربائية اللي في الجدار وتكهرب ومات على طول. بعدها بعدة أيام قرر واحد من الجيران أنه يدخل هذا البيت المسكون ويتفقده، وهنا كانت المصيبة أنه اكتشف أن الأسلاك كانت مو موصلة بالكهرباء أصلا. ومن يومها ظل هذا البيت مهجور الكل يخاف منه. ويقول سكان المنطقة أنه صار لهم أكثر من موقف، بحيث أنهم شافوا أجسام تتحرك من النوافذ أو سمعوا أصوات تخوف من البيت تطلع. لكن قصة هذا البيت ما خلصت للحين. اكتشفنا أن في شخص ساكن في البيت اليوم، وقدرنا نتواصل مع الشخص اللي ساكن فيه حاليا. إذا كنت بتعرف إذا كانت الإشاعات عن هذا البيت صحيحة أو لا، تابعنا في البارت الثاني، وعشان لا تنحطوا في موقف مثل كذا.